عليكم خير وبركة مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم الصحي يعطيك العافية. موضوعنا لهذا اليوم أعزائي المشاهدين سيكون عن الصداع، وأظنه موضوع مهم لأنه قد مر على أغلب المشاهدين على ما أعتقد، وسيكون معنا الدكتور حفظ الله مصلح عبد الوهاب أخصائي جراحة مخ وأعصاب في مستشفى آزل. حياكم الله دكتور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتور. لو حبينا نتكلم في هذه الحلقة عن الصداع بشكل عام، وبإذن تعالى سنفرد حلقة مختلفة عن الصداع النصفي أو الشقيقة، لو أحببنا أن نعرف الصداع فما سيكون؟ في الحقيقة الصداع يعد من أكثر الأمراض شيوعا، وإضافة إلى كونه مرضا أيضا فهو عرض الكثير من الأمراض. ويعرف الصداع بأنه ألم الرأس، هيدك أي هيد هو من الرأس، وإك من مرض. الألم أو وجع الرأس أيضا. وهناك حوالي 220 نوع من أنواع الصداع، 220 أو أكثر حتى تصنف أنواع الصداع، وهي كثيرة جدا ولها أسباب كثيرة جدا. وينجم الصداع عادة عن تحريض أحد عوامل الصداع، العوامل الحساسة للألم، والتي قد تكون موجودة داخل الرأس أو خارجه. وفي الحقيقة الدماغ بحد ذاته هو غير حساس للألم، بالرغم أن الدماغ هو يستقبل الإحساسات من كامل أنحاء الجسم، لكنه بحد ذاته غير حساس للألم. إنما الأعضاء الحساسة للألم داخل الرأس هي الأوعية الدموية والجيوب الدموية والسحايا والشرايين السحائية أيضا. يعني الصداع يصيب هذه التي تذكر نتيجة لتعرض أحد هذه الأجزاء للشد أو التمطط أو التخريش، فإنه يحدث هذا الصداع. وهناك أيضا بعض الأعصاب مثل العصب الخامس أو العصب التاسع أو العاشر أيضا عند تعرضها للتخريش فإنها تسبب الصداع، إضافة إلى عوامل خارج الرأس منها الجلد وتحت الجلد وسمحاق العظام وهو الجزء المقلف للعظم. عند تعرض أحد هذه البنى للتخريش أو للشد أو التمطط أو الضغط فإنه ينجم يحدث لدينا الصداع. طب دكتور ما أنواع الصداع؟ يعني صعب إن احنا نذكر 220 نوع، لكن الأبرز أو الأكثر شيوعا؟ في الحقيقة هناك أكثر من تصنيف للصداع. هناك تصنيف يعتمد على عامل الزمن ويقسم إلى صداع حاد، وهو صداع الذي يتطور خلال دقائق إلى ساعات، وصداع تحت حاد، وهو صداع الذي يتطور خلال ساعات إلى أيام، وصداع مزمن، وهو صداع الذي يتطور خلال أسابيع إلى شهور. وكل نوع من هذه الأنواع أيضا يندرج تحت بعض نوع من أنواع الصداع. فالصداع الحاد هو قلنا الذي يتطور بشكل مفاجئ وسريع، ومن أهم أسبابه الصداع هو التهاب السحايا والنزف تحت العنكبوت أيضا. وهذا الصداع تحديدا يحتاج إلى اهتمام خاص، لأنه غالبا في معظم الحالات يكون هناك سبب مهم لحدوث الصداع يحتاج إلى دراسة ومعالجة. أما بالنسبة للصداع تحت الحاد والذي يتطور قلنا خلال ساعات إلى أيام، كما هو الحال في الصداع الناجم عن الأورام الدماغ فرضا، الصداع الناجم عن التهابات الجيوب، الصداع الناجم أيضا عن ارتفاع الضغط الشرياني، الصداع الناجم أيضا عن مشاكل العيون كما هو الحال في الزرقة الحاد أو التهاب القزحية. والصداع المزمن هو الصداع الذي يتطور كما ذكرنا خلال أسابيع إلى شهور، وهو أسلم أنواع الصداع، يعتبر صداع سليم حقيقة. وأكثر هذا الأنواع شيوعا هو الشقيقة والصداع التوتري والصداع العنقودي، وهذه كلها من أنواع الصداع السليمة. هناك تقسيم آخر وهو التقسيم إلى صداع عضوي وصداع غير عضوي، أو صداع يسمى صداع البدئي وصداع الثانوي. الصداع البدئي وهو هنا يكون الصداع هو المرض والعرض معا، أي أن الصداع أسباب أخرى إلا أنه لا يوجد أي سبب آخر محرض له، إنما هو الصداع هو المشكلة الوحيدة، فيكون هنا عرض ومرض في آن واحد. وأهمها كما ذكرنا الصداع العنقودي وصداع الشقيقة وصداع التوتري. طب دكتور الصداع التوتري هل هو نفسي يعني مرتبط بال نعم الصداع التوتري هناك عامل نفسي في حدوث هذا الصداع، إضافة إلى عوامل تشنج العضلات خصوصا العضلات الرقبية وعضلات على الظهر. نأتي إلى الصداع العضوي، وهنا يكون هناك عامل مسبب والصداع هو عرض فقط، بينما هناك عامل وراء هذا الصداع،
وهناك أسباب كثيرة وطويلة يعني يصعب أن نعدلها بشكل كامل، لكن نذكر من أهمها أورام الدماغ والتهاب الجيوب والتهاب السحايا والنزف تحت العنكبوت والسكتات الدماغية، إضافة إلى قلنا أمراض العين، وبشكل خاص نذكر الجلوكوما أو ما يدعى بالزرق الحاد، إضافة إلى التهاب القزحية، إضافة إلى آلام الأسنان وآلام الأذن. كل هذه تسبب صداع يتوضع في منطقة معينة أو ضمن توزع معين وبمواصفات معينة يسهل تشخيصها سواء سريريا أو باستخدام الوسائل الاستقصائية. طب دكتور عفوا، هناك من يشكو عادة من آلام في الوجه، هل لها علاقة بالصداع أو يعني بالرأس، يعني تكون آلام معينة؟ الحقيقة أن آلام الوجه هي تصنف بشكل خاص يعني تابعا للصداع، وهناك أسباب كثيرة لها أيضا. هناك صداع آلم ما بعد المنطقة أو ما بعد الإصابة بالهربس زوستر أو فيروس الفاريسيلا اللي ندعوها الحماق، الذي يصيب العقد العصبية وبالتالي يسبب ألم. يتوضع هذا الألم في منطقة توزع الفرع الأول عادة للعصب الخامس حول العين بعد ظهور الفقاعات العصبية حوالي أسبوع إلى أسبوعين، وقد يستمر ما بين 6 شهور إلى 12 شهر ويتراجع عادة بعد ذلك، ولكن في 5% قد يستمر بشكل دائم ويكون ألم شديد وحارق ومزعج بشكل شديد للمريض. هناك أيضا ما يدعى بألم مثلث التوائم، وهو إصابة العصب الخامس، والذي أيضا أحد فروعه هو الفرع العيني والفرع الفكي والفكي السفلي، وهنا يكون الألم على توزع فرع واحد أو أكثر في الوجه، ويكون ألم شديدة وألم حارقة. هذه الآلام يشكو منها المريض بشكل شديد وتتحرض نتيجة شرب السوائل أو نتيجة السواك أو نتيجة اللمس أيضا، ويكون الألم شديد وحارق بحيث أن المريض يشعر بآلام لا تطاق أحيانا، ويستمر أحيانا بشكل مزمن مع المريض ويحتاج إلى معالجة، وقد يحتاج أحيانا في بعض الحالات إلى بعض التداخلات الجراحية. طب دكتور، مكان الصداع هل يحدد بالنسبة لكم نوع هذا الصداع، أو تستطيعون من خلال المكان معرفة المشكلة بالضبط أين هي؟ في الحقيقة توزع الصداع ومكانه وانتشاره هو له عامل مهم جدا في تحديد نوع الصداع وبالتالي العامل المسبب. فمثلا في الصداع المتوضع في ناحية القفا، الناحية القفوية، عادة يكون في ارتفاع ضغط الدم الشرياني، يكون صداع قفوي عندما يرتفع الضغط إلى أرقام عالية، إضافة إلى الصداع الناجم عن النزف تحت العنكبوت، وهنا يكون الصداع شديد جدا وحاد ومفاجئ، وقد يترافق أحيانا مع قثيان وإقياء وحتى فقدان أحيانا للوعي. أما بالنسبة للصداع المتوضع في الناحية الجبهية في منطقة الجبهة، فقد يكون في كثير من الحالات أو حول العين، قد يكون في كثير من الحالات سببه مشكلة عينية كما ذكرنا في الزرق الحاد، ارتفاع الضغط داخل العين، وكذلك الصداع أيضا المتوضع في ناحية الجبهة أو في منطقة الجيوب قد يكون سببه أيضا التهاب الجيوب. بينما أحيانا الصداع العام الذي يكون بشكل عام على الرأس بشكل كامل هو أحد أنواع الشقيقة أيضا، إضافة إلى أن هناك صداع النصفي الذي يتوضع في نصف الرأس، وهو سببه يكون الشقيقة النصفية، نسميها الشقيقة النصفية. وبالتالي فإن توضع الصداع قد يساعد في تحديد نمط العامل المسبب أو المشكلة. طب دكتور، ظهرت في الآونة الأخيرة المعالجة بالأعشاب خاصة للصداع، هل هي مجدية من وجهة نظرك؟ في الحقيقة بدأت بعض المعالجات وتستخدم وتعطي نتائج مقبولة، لكن لا يزال العلاج الطبي العلمي هو الأفضل وهو الذي يعطي النتائج الأفضل. والمساج؟ المساج أيضا يلعب دور، والتمارين الرياضية إضافة إلى بعض إلى السباحة وغيرها قد تلعب دور في بعض أنواع الصداع، خصوصا الصداع التوتري، وخصوصا المساج أو التمارين الرياضية لعضلات العنق وعضلات الظهر تلعب دور، وأيضا في بعض أنواع الشقيقة تساهم هذه في تحسين تخفيف الأعراض. طبعا المساج مش أي شخص ممكن يقوم بعمل مساج، لابد أن يكون هو يفضل أن يكون أن يكون مختص بالعلاج الفيزيائي، هو الأفضل أن يقوم بهذا الدور. طب دكتور، ما علاقة الصداع برمضان؟ في الحقيقة لا يوجد ارتباط واضح بشهر رمضان، ولكن هناك أكثر من عامل تجتمع في رمضان تزيد من حدوث الصداع، أهمها هو الجوع، إضافة إلى ذلك الكثير من الأشخاص المعتادين على التدخين والذين ينقطعون عن التدخين. نحن نعرف أن المدخنين يكون نسبة النيكوتين في الدم قد وصل إلى مراحل معينة، وبالتالي عند انخفاضه يكون أحد الأعراض هو الصداع، إضافة إلى ذلك العادات الموجودة في اليمن وهي كذلك الاعتياد على التخزين أيضا والانقطاع عنها في النهار قد يكون أحد العوامل، وبالتالي اجتماع أكثر من عوامل
من عامل من العوامل يساهم على حدوث الصداع في شهر رمضان. ايضا مدمنين القهوه والنسكافيه وهذه الاشياء كلها تسبب تسبب ايضا، لان هناك صداع ايضا يدعى صداع الكافيين. حقيقة هذا الكافيين هو مادة توجد في القهوة، وبالتالي الأشخاص المعتادين على تناول الكأس من القهوة في الصباح عندما يتوقفون عن هذا التناول فإنه ينخفض نسبة الكافيين في الدم، وبالتالي يظهر لديهم الصداع، وهو نوع من أنواع الصداع حقيقة. يعني لا علاقة مباشرة بالصيام، وإنما بانقطاع الصائم عن بعض العادات التي اعتادها. تمام، عن بعض العادات التي اعتادها بالضبط. طب دكتور، أيضا علاقة الصداع بالنوم؟ هناك بعض أنواع الصداع يحرضها قلة النوم، ويأتي على رأسها الشقيقة، فمن العوامل المحرضة لها قلة النوم، وبالتالي فإننا ننصح الأشخاص المصابين بمرض الشقيقة أن يكون نومهم كافيا، أن يأخذوا نوما كافيا وقسط من الراحة حتى لا يحرض نوبة، وهو أحد المحرضات لنوبة الصداع في هذا الحال. سنتناولها إن شاء الله بالتفصيل في الحلقة القادمة عن الشقيقة. طب دكتور، أيضا ربما في رمضان حين تختل موازين النوم ومواعيد الأكل، هل هذه أيضا لها علاقة بالصداع؟ بالتأكيد، أيضا العادات التي يعتاد عليها الشخص في تغيير توقيت النوم، إضافة إلى تغيير أوقات العمل وظروف العمل وظروف المعيشة والضغط النفسي الذي يحدث، كل هذا العوامل تجتمع مسببة أيضا كجزء من أسباب الصداع. طب دكتور، ما تعليقك على من يأخذون الأدوية بصورة دائمة، البنادول، السلفادين الفوار؟ يعني نلاقي حقائب كثير من الناس أو جيوبهم متوفر لديهم، يعني مجرد ما يسمع شخص يشكو من صداع يبادله بحبة. الحقيقة هو تناول الأدوية بدون وصفة طبية وبدون استشارة طبية هو من الأخطاء التي بالفعل هم يقولوا هي مهدئات مسكنات لا تضر، وحتى لو كانت مهدئات كثير من الأشخاص يلجؤون إلى الصيدلاني لإعطاء الأدوية، أو يأخذونها حتى من بعض الأسواق، صارت تباع في الأسواق، وهذا خطأ كبير جدا، لأن الاعتياد على استخدام الأدوية وتناولها بشكل مستمر يلقي فعاليتها، وبالتالي تناول الدواء بشكل عشوائي قد يسبب اعتياد لدى المريض لهذه الأدوية، وبالتالي عدم فعاليتها وعدم جدواها. صحيح. ولذا فإننا ننصح حتى الأشخاص الذين يصابهم بالصداع أن يتناولوا الدواء فيما لا يزيد عن 3 أيام، لأن في الأسبوع، طبعا 3 أيام في الأسبوع، لأن استمرار التناول للدواء لفترة طويلة يلقي فعاليته، وبالتالي قد يحتاج المريض إلى كمية أكبر من الأدوية وتبديل الأدوية حتى تعطي نتيجة. أي أنه أعرف أشخاص يعني كان يأخذ حبة بنادول طورت الحالة حبتين لا تجدي الآن، تمام، ممكن يأخذ كمية أكبر فعلا. تمام. طب دكتور، ما علاج الصداع؟ ما العلاج الذي تقدمه؟ في الحقيقة العلاج للصداع هو على حسب السبب، فكل نوع من أنواع الصداع بحاجة إلى معالجة. ففي الحالة التي ذكرناها في الأسباب العضوية، مثلا الشخص المصاب بورم دماغ يحتاج إلى استئصال الورم، الشخص المصاب بالتهاب صحي يحتاج إلى معالجة بالمضادات الحيوية وأدوية لفترة طويلة حتى القضاء على الالتهاب، الشخص المصاب بالتهاب الجيوب أيضا يحتاج إلى مضادات حيوية، وقد يحتاج أحيانا إلى تنظير الجيوب. كذلك الأشخاص المصابين بالتهاب القزحية أو ارتفاع الضغط داخل العين بحاجة إلى معالجة من قبل طبيب العيون. فكل نوع من أنواع الصداع هو بحاجة إلى معالجة خاصة به، يعني وكل نوع من أنواع الصداع يحتاج إلى فترة طويلة لسرد أنواع الأدوية التي ممكن أن تعطى وأنواع المعالجة. طب ربما سؤال أخير دكتور، ما الصداع المتعلق أو المخيف الذي يجعل المريض عليه أن يذهب إلى الطبيب؟ الحقيقة نحن نقول دوما أن الصداع المزمن هو صداع سليم، وبالتالي هذا صداع غير مخيف، بينما الصداع الذي يتطور خلال فترة قصيرة المريض يكون في حالة صحية جيدة ولا يعاني من أي مشاكل، وفجأة يتطور لديه صداع شديد لا يعنو للمسكنات ولا يستجيب على الأدوية، إضافة إلى ترافق بعض الأعراض المعينة التي يعني كما هو الحال في القثيان والإقياء أو في ارتفاع درجة الحرارة، هذا يوجه نحو التهاب السحايا، وبالتالي يحتاج إلى متابعة الطبيب والمعالجة الفورية. كذلك الصداع الصباحي الذي يحدث في الصباح والذي ترافق أيضا مع قثيان وإقياء قد يوجهنا نحو الأورام الدماغ، وهو عادة يتطور خلال فترة أسابيع. هذه الأنواع الصداع هي الصداع التي تحتاج إلى سرعة مراجعة الطبيب، أما الصداع المزمن وطويل المدى كالشقيقة وصداع العنقودي والصداع التوتري فإنها آمنة وسليمة بالعادة. شكرا لك دكتور على كل هذه المعلومات القيمة التي أفدتنا بها، والتي أتمنى أن تكون قد وصلت للمشاهدين الكرام وأفادتهم بإذن تعالى. مشاهدين الكرام، وصلت وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى من الله عز وجل لكم طيب السلامة، إلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة، كونوا برعاية الله.